تم الفصل ديالنا واحد المجموعه كتراوح تقريبا 34 مستخدم بطريقه تعسفيه، والتجأنا بالفعل الى القضاء اللي انصفنا وملح لينا باش نستافدوا من بعض المستحقات ديالنا تبعا للمده الزمنيه اللي استخدم اللي كنا كنشتغلوا فيها داخل هذه الشركه. لكن للاسف التنفيذ بقي معلقا من طرف الجهه الوصيه على هذا القطاع. كنقصد هنا مجلس المدينه في الشخص السيد العمده، ومجلس مؤسسه التعاون بين الجماعات في الشخص السيده ايمان صابر. من هنا كنطلبوا بان تنفذ هذه المطالب ديالنا لانها صادره باسم جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو. ديال مدينه الدار البيضاء تيقول لنا بان سعاده العامل راه جات مذكره بانه غادي نوقفوا على الوقفه الاحتجاجيه. حنا مع البلاد، حنا اللي قال سيدنا حنا معاه، حنا ماشي ضد البلاد، حنا مع البلاد ديالنا تزيدوا قدام، ولكن خص الحق ديالنا ناخذوا. حنا غادي نلبيو قرارات ديال المخزن، القرارات ديال البلاد غنلبيوها، حيت دابا جا عندنا عمده وباشا ديال الدار البيضاء قال لنا بان غنوقفوا الاحتجاج، حنا غنوقفوا الاحتجاجات ديالنا الى ريت تحلوا لنا المشكل.